رمضان وانت ما صليتش، خلص رمضان وانت ما صليتش، معليش ربي غفور رحيم. حط تليفون وتصلي، حط تليفون وتصلي ودعي ربي يرزقك. فيديو في غاية الروعة. وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، شاهد شاب جزائري يقوم بمبادرة رائعة، يدعو وينادي فيها الناس لترك هواتفهم والقيام لصلاة الفجر في هذه الأيام الأخيرة المباركة من هذا الشهر الفضيل. خلص رمضان وانت ما صليتش، خلص رمضان وانت ما صليتش، معليش ربي غفور رحيم. حط تليفون وتصلي، حط تليفون وتصلي ودعي ربي يرزقك. حط تليفون وتصلي، 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 حط تليفون وتصلي. يا خودي صلي بالك عواش عواش ربي يغفر لك. شوف انا صوحة ان شاء الله. حط تليفون وتصلي، حط تليفون وتصلي، خود اغسل عليك وتصلي عواش عواش بالك ربي يغفر لك. حط تليفون وتصلي، حط التليفون ونودي تصلي عواشر عواشر بالك ربي يخبر لك. حط تليفون وتصلي.